اللي قال يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق؟ من اللي قالها؟ من اللي قالها؟ خو لا تتردد، ثلاث ارباع الناس بل 90% منهم راح يقول لك قالها علي بن ابي طالب امير المؤمنين على العراقيين. لا يا ابويا ما قالها عن ابي طالب، لا هي حجاية العدو، حجاية الخصم، حجاية الحجاج بن يوسف الثقفي يوم اللي كانوا الشيعة بمواقفهم البطولية يقفون بوجه طغيانه وطغيان من سيده على الناس. قال يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق. الان ثلاثة ارباع عراقك ها يتبجح بهذه الكلمة وينسبها لامير المؤمنين، وامير المؤمنين منها براء.